حكم العمل بشركة توصيل البضائع مع العلم أن يكون فيها خنزير بدون علمي، مع أني صاحب شركة وأتأكد أنني لا أحمل هذه البضائع إذا كان مصرح بها، لكن إذا كان غير مصرح بها فليس لي علم ما بداخلها ولا أقدر أن أعلم. على كل حال التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. إذا علم ربك منك أنك حريص على ألا تنقل المحرمات وألا تعين على نقلها، وأنك مستيقظ منتبه، وأن كل ما بلغك منها منعته وأوقفته، فما فاتك نسيانا أو خطأ أرجو أن يكون في محل العفو، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله جل وعلا في الصحيح: قد فعلت.